soletto, l'aro d'efto. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σας, ακούτε την φωνή της Ελλάδας, να είναι σαραβικά σε Μπαχνχέιν, είναι κομνέσου της Λαχμπάρ, με Ιζάρτ, Σαούτα Γιουνάνια, που τον πήγα βολή Ιντελιάς. سوف يتم الاعلان اليوم في جلسه العمل البرلمان عن ملابسات ملف قضيه سيرفانتس واحتمال الملاحقه القضائيه للسياسيين متهمين بالتدخل غير القانوني في القضيه. وعلمان الحكومه الالمانيه سوف تقرر بشان تاسيس لتفصي حقائق او لجنه تحقيق برلمانيه يقضي على احداها وزير العدل السابق ابان حكومه سيريزا ديمتري باباكولوبولوس على ان بعض اعضاء اللجنه التحقق بوجود مسؤوليه جنائيه. وذكرت مصادر حكوميه أن رئيس الوزراء الألماني كرياكوس متسوتاكيس لم يقوم بتوجيه أي اتهام لرئيس الوزراء السابق أليكسيباس، إذ قال أنه لا يحيل بوستوم السياسيين إلى القضاء. أما حزب تحالف اليسار الجذري المعارض الأول فطلب أن تسلط الأضواء على الملف، وإذا كانت الحكومة تريد التحقيق فليكن فيما وزير العدل السابق، وفي كل ما ينشر بحقه بخصوص قضية نوفاكس لأنه معيب بحق منتجي ومنفذي. من المجمع أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس على حافز الجمعية العامة للمؤسسات المتحدة في نيويورك في التاريخ 24 يوليو سبتمبر، كما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن جهة أخرى سمع سفير الولايات المتحدة الأمريكية اليونان جيفري بايرتا أن بلاده هي لاعب فاعل لصعيد دعم البلوغ لخارج الطاقة في اليونان والشرق المتوسط. عقد اجتماع وصل لحضور نائب وزير الطاقة يراسو مونتوماس ونائب وزير الأنماء الاقتصادية نيكولسون، فبعثنا 26